من حضانة ليتل جينيس عاد لون، بنتمنى للجميع سنة جديدة مليئة بالخير والفرح والصحة. إن شاء الله السنة الجاية بتكون على الجميع حلوة، ما بتشبه سنة 2020 أبدا. إن شاء الله كمان غيمة هيدي الوباء السوداء بتنجلي بسرعة والوضع الاقتصادي بيتحسن وما بيطول عنا بلبنان. نحن بالجردوريم كافيين نستقبل الأطفال من عمر الشهرين للأربع سنين. مهامنا نهتم بالأطفال ورعايتهم نفسياً وجسمانياً وحركياً وتهيئتهم للدخول إلى المدرسة. في عنا برنامج تربوي تعليمي لمرحلة البريسكول. كمان من مهامنا الأساسية العمل على كشف صعوبات التواصل واضطرابات التعلمية في وقت مبكر. هيدا الشيء اللي بتيح له فرص نجاح العلاج إنها تكون أوفر. دوامنا ببلش من الساعة 7:30 للساعة 3 دوام شتوي. هيدا الشيء مناسب لكل السيدات العاملات، لأنه صحة الأطفال من أولويتنا. نحن حريصين على تطبيق معايير وتدابير الوقائية ضد كوفيد، بالإضافة للكشف الدوري الطبي اللي بينعمل بالحضانة للأطفال بشكل منتظم. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنة جديدة حلوة للجميع.